تقييمك للاداره الفنيه الخاصه بفريرا في الماتشين اللي فاتوا، يعني سواء مباراه اسوان والداخليه، هل ممكن الوضع يفضل كما هو عليه في اداره الاداره الفنيه في الماتشات اللي جايه بالنسبه لفريرا زي ما حدث في الماتشين دول؟ بص لازم نتفق على حاجه، ان 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 فريرا من افضل المدربين المديرين الفني اللي جه في تاريخ مصر، لازم في تاريخ مصر بجد. انما برضو لازم نقول ان في بعض الاخطاء الوارد حدوثها منه، وده حصل الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت احنا لغايه دلوقتي ما فيش ثبات لفرقه لشكل فرقه، او ما فيش ثبات لطرق معينه احنا بنلعب بيها. كل مره بيتغير في الملعب. كان في الاول عندك سبير بره، شيكابالا، يوسف اسامه بينزلوا يعملوا الفرق في اوقات معينه. كان عندك بعض الشكل لفرقتك، انت جيت غيرت كل دوت، ابتديت تدي الناس محتاجه وقت، ما تاخدش في المطوشه دي، ما تاخدش في السباق دوت، ممكن تاخد في وقت تاني، ممكن من خلال مباراه وديه اجهز، انما مش مباراه رسميه، لان كل الحاجات دي انا بتحاسب عليها، الجمهور بتحاسب عليها، النادي بتحاسب عليها. فلازم يبقى في وقفه، لازم يعني كان نفسي ما يحصلش تغيير في الجهاز، انما خلاص قدر الله ما شاء فعل. كل التوفيق لكابتن اسماعيل يوسف الفتره اللي جايه، وهو من الناس اللي بتعرف تلم اللعيبه بشكل كويس. اكيد الكلام هيختلف مع فريرا عكس اسامه، يعني اعتقد كابتن اسماعيل غير الكابتن اسامه نبيه، هيبتدي يتدخل برضو في بعض الحاجات المرئيه بالنسبه لنا، لان مستر فريرا برضو مهما كان ما يعرفش النفسيات بتاعه اللاعب العربي، اللعيب اللي لما يكسب ماتشين ثلاثه يحصل عنده حاله خمول، عكس الناس بره بيكسب عشان يكسب الماتش اللي بعديه، عشان يكسب اللي بعديه، عشان يكسب اللي بعديه، بيحاول دايما يبقى في دوافع. احنا الدوافع بتاعتنا بتكسب ماتشين ثلاثه بتحس ان الدنيا اختلفت، الحماس قل، الدفع قل. عشان كده يعني انا بتمنى، مجلس اداره بيقول احنا ما بنتكلمش، احنا لا، في دلوقتي حد بيتكلم. اتمنى امير يقفل على الفرقه زي الفتره اللي كانت موجوده في خلال السنتين اللي فاتوا. اتمنى ان صفقاتنا حتى ما حدش يتكلم عليها الا ما تتم، لان بجد احنا بقينا مباحين دلوقتي يعني. وده بيبقى دايما يعني حاجه يعني بتدل على حته انهيار، او بتديك الشكل مش كويس. يعني المفروض ان احنا تداري على فرقتك مهما حصل بتزيدها قوه، انما لما كل حاجه مكشوفه كده فاي حد ممكن يدخل ينخرب فيها، وزي لما بيحصل كده حد عايز يقول اي كلمه، اي اعلامي بيقول اي كلام، اي كلام يطلع على السوشيال ميديا كله بقى يتصدق. في حاجات اكيد ما بتحصلش، انما بتتقال يعني. كابتن عفت انا بشكرك، ودايما بنستمتع بوجود حضرتك. كابتن عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق وحديث